وحشتيني، كنت عايز اشوفك واطمن عليك. عايز تشوفني وتطمن عليا وبس؟ والله العظيم حربي، احنا اول يوم اتقابلنا فيه قلت لي ان اللي في قلبك على لسانك، وانا بقى طبعا ما بحبش الراجل الملاوع اللي كلامه بيرمي في اكتر من منطقه. لو في حاجه عاوز تقولها يا حربي قولها على طول، لا اما بقى قعدتنا في المكان الشيك ده ملهاش اي لازمه. انسه اماني، وكل يعني اللي انا طالبه منك يعني لو ينفع ان لو يعني الحوارات اللي بينا والمواضيع خلصت يعني نبقى برضو نتقابل تاني لو ينفع يعني ونبقى اصحاب. ليه يا حبيبي؟ هو احنا مش اصحاب؟ مش عارف بصراحه، انت اللي تقولي بقى. بص يا حبيبي، انا من اول يوم شفتك فيه وانت مضروب في القسم عند اكرم واعتبرت ان احنا اصحاب. انا بقى نفسي تنسي اليوم ده خالص، ما تفتكرنيش وانا مضروب ومهزوم، مش عايزك تشوفيني قدامك غير بالمنظر اللي انت شايفاه ده. ليه يا حبيبي بتقول كده؟ عشان في ناس كتير ما بيهمهاش غير المظاهر، اللبس، العربيه، الشكل، الحاجات دي كلها يا حبيبي مظاهر سطحيه ما بتفرقش معايا. انا اللي يهمني البني ادم من جوه، وانا من اول ما شفتك وانت عجبتني، قصدي يعني عجبني فيك شهامتك ورجولتك وانك ممكن تقف وتضحي بنفسك عشان اي بني ادم مظلوم. حرب، انا اتمنيت ان احنا نبقى اصحاب بجد. يوه يا نسى اماني، ده انت دوختيني، ده انا كده ممكن اتغرف نفسي. لحقك، بس مش كل الناس شايفه زي ما انت شايفه كده. يعني على سبيل المثال مثلا اخوك الضابط اكرم. واكرم ماله بالموضوع ده؟ اخوك لما هددني في الاول عشان ابعد عنك يعني ما كان شايف قدامه غير واد الصايع الضايع رد السجون اللي شغال سريحه على عربيه خرد. يمكن لو كان شافني بالمنظر ده كده من الاول كان غير وجهه نظره فيا. لانه ما يعرفكش من جوه يا حرب. انا متاكده لو اكرم قرب منك وعرفك بجد هيغير وجهه نظره فيك. تفتكر ده ممكن يحصل؟ طبعا ممكن. أنا لازم أمشي دلوقتي. هو في حاجة حصلت ولا إيه؟ لا أبداً، بس افتكرت الميعاد مهم ولازم أمشي. طب استني حاسة بقى أوصلك. لا مفيش داعي، عن إذنك. حضرتك طلبتيني أنا سرشا؟ أيوة يا نشوى، عادي. خيري أنا سرشا، تحت أمرك. الحقيقة نعيم بيه معجب جدا 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 بكتاباتك، وعلى ثقة عالية بمدى إخلاصك للكورنال، عشان كده هو كلفني إن أنا أتكلم معاكي في موضوع يهمه هو شخصيا. وأنا تحت أمر نعيم بيه في أي حاجة يطلبها مني. أماني مالها؟ كتابات أماني في الفترة الأخيرة عن الجدع اللي اسمه حربي، إحنا وصلنا أخبار إن هي كلها كتابات متفبركة وإن ملهاش أي أساس من الصحة، وحربي مجرم مسجل خطر وله سوابق، وان هو طلع ولا بطل ولا اي حاجه. انا برضو قلت كده من الاول. طبعا موضوع زي ده مزعل نعيم بيه جدا جدا جدا، خصوصا ان هو راجل ليه سمعته والعين عليه زي ما انت عارفه. وانا ايه المطلوب مني؟ مطلوب منك انك انت تعرفي لي هي اماني ليه عملت كده، وعايزاكي كمان تعرفي لو في اي علاقه بين اماني وحربي بره الشغل. ايوه بس انا حاجه زي دي انا هعرفها ازاي؟ انت وشطارتك بقى متاكدي انه نعيم بيه هيقدر حاجه زي كده جدا، وهيعرف مين الناس اللي بتشتغل معاه باخلاص وامانه ومين اللي بيشتغل معاه بغش وفبركه. تاكدي اني سرشه ان انا هبذل كل جهدي عشان اعرف لك اصل وفصل الحكايه دي، وهاجي ابلغك بيها على طول. يا ريت تبلغي نعيم بيه ان انا تحت امره في اي حاجه، واني مستعده اخدمه بعناية، واني سعيده جدا بثقته الكبيره دي فيا. طبعا الكلام اللي دار بيني وبينك ده محدش في الدنيا هيعرفه، ده سر بيني وبينك. في بير يا انسه رشا، في بير. ايه يا رؤوف مالك؟
ابدا يا فندم، كان في موضوع كده كنت عايز سعادتك فيه لو وقت سعادتك يسمح. يعني اتكلم يا رؤوف خير. كان في موضوع وسبق كلمت حضرتك فيه بخصوص الأنسة أمان. عموما يا رؤوف أنا يعني أنا عايز أعفي سعادتك من الحرج، واعتبر الموضوع ما حصلش من أساسه. مش فاهم قصدك إيه. أنا صرفت نظر عن الموضوع خالص. أقدر أعرف ليه؟ حضرتك عارف إن الحاجات دي اسمها نصيب، وأنا حاسس إن نصيبي مش مع الأنسة أمان. بس ده برضه مش رد على سؤالي يا رؤوف. بعد إذنك يا فندم، لازم أشوف شغلي. قوي تعرفي؟ لا بس اصل الحقيقه انا كنت عايزه اتكلم معاكي في موضوع كده. خير يا نشوى اتكلمي. اماني انا عارفه انك زعلانه مني من مده، وانت عندك حق 100% انك تزعلي مني، بس انا حبيت اني اعتذر لك واشرح لك موقفي. موقف؟ موقف ايه يا نشوى؟ اماني انا مش هكدب عليك، انا غيرت منك، ومش بس انا، كل الزملاء اللي هنا غاروا منك، وده بسبب المواضيع الاخيره اللي كتبتيها عن الجدع ده اللي اسمه حربي. قد ايه كانت مواضيع هايله وعظيمه، والكل كان يتمنى ان يكتبها او حتى يشارك فيها، وانا من ضمنهم. فارجوكي ارجوكي يا اماني، لو كنت غلطت في حقك او اسات ليكي انك تسامحيني. وبعدين احنا طول عمرنا اصحاب، واذا كنت يعني غيرت منك فدي غيره مهنيه، لانك فعلا مواضيعك عظيمه وهايله. مرسي يا نشوى، خلاص اعتبري الموضوع انتهى، اعتبري اللي فات مات. بجد يا اماني؟ يعني صافيه لبن؟ صافيه لبن. طب قولي لي بقى، كنت فين النهارده؟ مع حربي؟ ايوه. ايه بتعملي معاه سلسله مواضيع جديده؟ لا خلاص، حكايه المواضيع دي انتهت خلاص. امال انت كنت معاه بتعملي ايه؟ احكي لي يا اماني، يمكن اقدر افيدك او اساعدك. يا رؤوف بيه، يا رؤوف بيه. ايوه. الهدف طلع على طريق اسكندريه الصحراوي وخرج من نطاقنا، نتصرف ازاي يا فندم؟ طيب ارجعوا انتوا، وانا هتصل بمباحث اسكندريه واشوف ممكن يعملوا معاهم ايه. تمام يا فندم. بقول لك يا زين، انت فكرك اماني تعرف حقيقه نعيم السيوفي؟ ودي هتفرق معاك؟ لا ولا تفرق ولا حاجه، انا بس يعني احب اعرف راسي من رجليا وابقى فاهم انا بتعامل مع مين بالظبط. هو انت حربي مش قبل كده قلت لي ان اماني ما تعرفش حاجه وانها بنت ناس ومحترمه؟ حصل ان انا قلت كده، بس يعني عايز اتاكد يا زين، خايف لا تكون عارفة حاجة ولا متورطة في حاجة. أول مرة أشوفك مشغول بواحدة كده يا حرب. خليك في انشراح ودنيا والنوع ده، سيبك من أماني دي خالص. أنت تقدر تشيل دعاء من دماغك؟ يا عم دعاء دي غير أماني، دعاء دي واحدة مننا. عندك حق، أماني غيرهم كلهم، نوع تاني، نوع عمري في حياتي ما قابلته. عقلها كبير وقلبها طيب، فيها حنية دعاء وجدعانة انشراح وشقاوة البنت دنيا. خد بالك بقى يا حبيبي، احنا داخلين على شغل جامد قوي بكره، هو الحب ده يشغلك ويتوهك لتضيعنا ويروح في بنكلة. بالعكس يا زين، اللي زي اماني دي مستحيل تعطلني، لان عشان استاهلها لازم ابقى في العالي، والعالي قوي كمان. الو ميسا، انا لازم اشوفك ضروري. ايه خير، في حاجة؟ مش هينفع الكلام في التليفون. ايوه بس
ما بسش يا ميسا، لازم تيجي حالا، انا مستنيكي في البيت. في البيت؟ اطلعي من الباب اللي ورانا عشان ما حدش يشوفك. طيب طيب، مسافه السكه مش هتاخر عليك. باي. هو مين اللي كان بيتكلم يا ميسا؟ ابدا يا علي، دي ماما، اصلها كانت تعبانه قوي ومحتاجه ان انا اعدي عليها في البيت ضروري. لا سلامتها، ألف سلامة. تحب أوصلك معايا وأطمن عليها بالمرة؟ لا لا لا، أنا مش حابة أعطلك، أنا هروح أطمن عليها وهرجع على طول. طب سلمينا عليها. الله يسلمك. فول عمال. اهلا يا هواء، اي خدمه؟ بقول لك ايه، ما تعرفش استاذ سلومه فين؟ هو اللي قاعد على الترابيزه اللي هناك دي، اللي ماسك الجورنال ده. ماشي، تشكر. استاذ سلومه؟ ايوه. انا حرب المهن، ده زين. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا، اتفضلوا يا هواء. تشكر. تشربوا ايه بقى؟ ده ولا حاجه، ربنا يكرم اصلك. صح، شايف انتوا ضيوفنا. مش مشكله يا ريس، خلينا في المصلحه على طول. طيب. دي تصاريح دخولكم انتوا والعربيه المينا. الماركت دخلت البوغاز النهارده الساعه 3، وزمان العمال دلوقتي بيفرغوها، يعني على 9 10 بالليل بالكتير هيبقوا العمال خلصوا تفريغ وروحوا، ومش هيبقى في حد هناك. هتلاقوا الكونتينر اللي انتوا عايزينه في المنطقه الجمركيه على رصيف 53 او 54. اتفقنا؟ كده انا عملت اللي عليا. السلام عليكم. ايه يا عم، حيلك حيلك حيلك، اقعد كده بس وصلي على النبي. عليه الصلاه والسلام. انت مش جاي معانا ولا ايه؟ يا حبيبي، انا كده دوري خلص. انتوا بقى الله يكون في عمركم. السلام عليكم. يا ايه البيعه الميري دي؟ هنتصرف ازاي دلوقتي يا عم حربي؟ مفيش بقى. نستنى لحد الساعه 10 وبعد كده نشوف حلنا. صلاح، انت كنت عايزني ضروري في ايه؟ ابدا، وحشتيني ونفسي اشوفك. بس كده؟ وهي دي حاجه شويه يا ميسا؟ الله يجازيك يا صلاح، انت وقعت قلبي، انا قلت اجربلك حاجه. ايه ده ايه ده، انت بتخافي عليا ولا ايه؟ طبعا، بقالك كتير ما جيتنيش البيت، فاكره؟ اشربي شاي ولا قهوه؟ نسكافيه ولا نسيت؟ عمري ما نسيتك ابدا، دايما في قلبي وفي عقلي. طيب تعالى بقى نعمله زي زمان. عندك لبن؟ اه اللاجي عندك. معلقتين ونص زي زمان؟ لا، ده كان زمان، انا دلوقتي بشرب كل حاجه من غير سكر. ليه صراحه؟ زي ما تقولي اتعودت على المر. طيب ما تجرب تغير وتتغير؟ تفتكري ممكن؟ جرب. ماله، اجرب. اقفلي الراديو يا امين، عايز اتكلم معاك شويه. خير يا أكرم، في إيه؟ النهاردة حصلت حاجة غريبة أوي في القسم، عايز أحكي لك عليها. حصل إيه؟ رؤوف، رؤوف جالي المكتب وقال لي كلام غريب أوي ما كنتش متصوره. عارف؟ عرفتي إزاي هو قال لي؟ لأن زي ما هو شافني مع حربي، أنا كمان شفته. شافك مع حربي؟ أنت مش بتقول إن هو قال لك؟ قال لي انه صرف نظر على موضوع الارتباط بيكي، لكن حربي ما جابليش سيرته خالص. طيب ما كده احسن برضه، كده عفاك من الاحراج. انت ايه اللي انت بتعمليه ده؟ انت فضحتينا. اكرم زميلي، انا ما بعملش حاجه غلط. عايزه تعملي ايه غلط اكتر من كده؟ ها؟ عايزه تعملي ايه؟ ماشيه بتتصرمحي مع واد صايع في كل حته والناس شافتك معاه؟ ايه؟ خلاص؟ ما بقالكيش كبير؟ عايزه تفضحيني على اخر الزمن؟ ردي عليا، ردي يا سفلة! ايه اللي انت بتعمليه ده؟ ايه ده؟ ايه يا اخي؟
انت اتجننت؟ استهدى بالله يا اكرم، استهدى بالله. ايه اللي حصل؟ بنتك قدامك يا ست اللي واسالها ماشيه تتصرمح مع واد صايع عرباجي رد سجون، وحضرتك قلت لي انا هتصرف معاها. لا اتصرفت ولا عملت اي حاجه، اهي قدامك اهي، اتصرف معاها وريني هتعمل فيها ايه. ويكون في علمك اللي اسمه حربي ده انا مش هرجع عنه غير لما ارميه بحديد، فاهمه؟ اكرم اكرم، حقيقي كلام الاهل واكرم ده يا اماني؟ انت يا بنت حقيقي الكلام ده؟ ما عملتش حاجه غلط. مش ده رد سؤالي. ايه اللي بينك وبين الولد اللي اسمه حربي ده؟ اللي بيني وبين حربي زي اللي بين اي بنت محترمه شافت ولد واعجب بيها واعجبت بيه. بس هو ده اللي انا كنت خايف منه. يا بابا بلاش تحكم على حربي من قبل ما تعرفه. مهما تقولي يا اماني، انت بنت الليوة حسنين المصري واخوك ضابط شرطه، وارتباطك بولد زي ده رد سجون منتهى الجنون. يا بابا حربي مش مجرم، حربي ضحية، لا سرق ولا قتل، واحد كان بيدافع عن أمه. أي حد كان في مكانه كان هيعمل كده وأكتر من غير ما يفكر إيه النتيجة ولا إيه العواقب. وبعدين يا بابا ما هو خلاص خد جزاءه واتسجن وخرج، ودلوقتي ابتدى حياة شريفة. أنا مش شايفة إن ده غلط أو عيب. وبعدين هو لو كان مجرم زي ما بيقول أكرم كان أول ما خرج من السجن اتحول لصايع أو بلطجي، بس ده ما حصلش. اسمعي يا ماني، أنا عايز أقابل اللي اسمه حربي ده. إيه؟ تقابله؟ أظن من حقي أعرف البني آدم اللي بنتي بتشوفه وتقابله ومعجبة بيه، خصوصًا لما يكون في إعجاب متبادل. حددي لي ميعاد معاه وفي أقرب فرصة، مفهوم؟ ودي كانت أكبر غلطة غلطتها في حياتي. سمعت كلام أمي ووافقت على قتلي، كل ده كان عشان خاطر الفلوس. اشتراني بفلوسه. اه، لكن ياخد القرد على ماله، يروح المال ويفضل القرد على حاله. 7 سنين يا صلاح، 7 سنين وانا عايشه مع بني ادم ما عندوش رحمه، ما عندوش انسانيه، انسان كل همه الفلوس ومصلحته وبس. الناس من حواليه مجرد سلم يطلع عليه او حته ديكور يتزين بيها. عدل ده بني ادم ما عندوش قلب. طب ما سبتوش ليه يا ميسا؟ اسيبه اروح فين يا صلاح؟ اروح لمين؟ انا بعد جوازي من عدلي اتقطعت صلتي بكل الدنيا، حتى امي مش بشوفها غير في المناسبات وبس، او لما تعي. هي دي الحجة اللي أنا خرجت بيها النهاردة. يعني أنت يا ميسا عايزة تفهميني إن عدلي ضحك عليكي وخلاكي سرقت المستندات من مكتبي ودخلت من السجن، ورجع ضحك عليكي تاني وجوزك بفلوسه، وأنت جاية دلوقتي تشتكي لي؟ بعد إيه؟ بعد إيه يا ميسا؟ صلاح صدقني أنا عايزة مع عدلي، حاسة إن أنا مدفونة بالحي. عارف يا صلاح، يوم ما كلمتني واتقابلنا كانت أول مرة من سنين أحس إن أنا عايشة، أحس إن أنا بني آدم عندي قلب رجع يدق تاني. صلاح ايش يا صلاح، انا ما بقاش ليا حد غيرك في الدنيا،
عارف انا نفسي في ايه؟ نفسي الزمن يرجع بيا 7 سنين ورا، الوقت ما كنا بنحب بعض، كنا مخطوبين. نفسي صلاح، نفسي. الماضي خلاص حصل، مفيش في ايدينا نغير، بس المستقبل، المستقبل كله ملكنا. نقدر نغير، نصلح اخطائنا، نرجع حبنا تاني. يا ريت يا صلاح، يا ريت. طول ما احنا مع بعض وإيد واحدة كل حاجة في الدنيا ممكنة يا ميسة، كل حاجة. وأنا أوعدكم إن الانتخابات اللي جاية هتكون أنزه انتخابات في 30 سنة اللي فاتوا، هتكون منتهى الجدية ومن غير أي ضغوط، لأن هو ده المبدأ اللي احنا أسسنا بيه الحزب من أول يوم. منتهى الصدق، منتهى الشفافية. آه رشد، عرفت حاجة؟ زي ما حضرتك توقعت بالظبط، قصة حب معقدة، مفيش أي حد يعرف عنها أي حاجة غير أنا وأنت ونشوى وبس. قصة حب معقدة، حلوة معقدة. أنا توقعت معقدة؟ بس كويس، كويس إن إحنا نمسك نقطة ضعف عند الواد اللي اسمه حرب ده، يعني نقدر نستغلها في الوقت المناسب، ده لو فكر في أي لحظة إنه يلعب بديله. رشا، أنا عايزك أنت ونشوى تتابعوا الموضوع ده بس من تحت لتحت، من غير ما حد يحس. طبعاً يا باشا. بالمناسبة الموضوع بتاع نشوى ده ينزل في العدد اللي جاي. طول عمرك صاحب واجب يا باشا. الو، ايوه عزيز بيه، سبحان الله، ده انا كنت لسه بتفرج عليك في التلفزيون، كنت منور الشاشه والله. لا لا لا، ده انت قلت كلام رائع، انا بكره ان شاء الله هنشر كلامك كله في الجريده عندي وفي الصفحه الاولى تحت منشط الصدق والشفافيه شعار المرحله القادمه. لا العفو يا باشا، ربنا يخليك لينا ولمصر كلها، ده احنا بنفتخر بيك في كل حتة. بكرة الصبح خير يا باشا؟ لا لا طبعا، ما عنديش اي مانع، هكون قدام سعادتك في الميعاد بالظبط. مع السلامة. مع السلامة يا عزيز بيه. خير يا باشا؟ عزيز بيه كان عايز ايه؟ عايز يقابلني بكرة الصبح ضروري. ما قالكش بخصوص ايه؟ ما قالش، بس صوته وطريقة كلامه مش مطمناني. واحنا مستعجلين على ايه؟ بكرة مش بعيد، بكرة هنعرف ونفهم كل حاجة. بقولك يا دوني. هاي داي، انا هروح انا اخلص حساباتي مع الزنبيل. طب ماشي، روحي وارجعي على هنا تاني. لا، ما انا هخلص واسبقك انا على البيت علشان لازم الم حاجتي كلها، عشان انا ان شاء الله من اول بكره ناوي ارجع الحته تاني. طب قولك يا بنت، اوعي تنامي يعني من غير ما تسلمي عليا، اوعي تطلعي قلة الاصل. لو جيتي لقيتيني نايمه ابقي صحيني. ماشي داي، يلا سلام. سلام. خضتني. هو عزام بيه مش هنا ولا ايه؟ عزام بيه مش هنا، اضطر يروح العوامة، عنده مصلحة مع ناس هناك، وقال لي أول ما توصلي أخدك أوصلك عنده. العوامة؟ أيوه العوامة، قال لي أوصلك على عنده هناك.
وعايز يخلص حساباته معاكي. طب انا هروح اقول للبنت دنيا عشان تبقى عارفه. مفيش داعي على ايه؟ هي مسافه السكه، هنروح ونرجع على طول. وبعدين قلت لك مع ناس مش هيطول معاكي كتير. طب يلا بينا عشان ما نتاخرش. وقال لك رصيف كام؟ 53 او 54. طب خش الشمال اللي جاي ده. عفارم عليك يا ده زين، بس النبي المره الجايه بالهداوه شويه لحسن انا بتخض. طب خش خش. مساء الخير يا مرسي. مساء النور يا عادل. رجعت امتى؟ من شويه. ايه اللي اخرك ده كله؟ اصلي اضطريت اخدها للدكتور، وانت عارف بقى عيادات الدكاتره والمواعيد والزحمه. الدكتور قال لها ايه؟ قال لها السكر زياده والضغط عليه شويه. وهي عامله ايه دلوقتي؟ الحمد لله احسن. طيب كويس. بقولك يا عدلي، انا متهيالي كده بقى ان انا لازم افوت عليها كل كام يوم علشان ابقى اطمن عليها. اشمعنى؟ يا عدلي دي امي، وبعدين دي ست كبيره وملهاش حد غيري. هنشوف هنشوف. بقولك ايه؟ انا ميت من الجوع، هطلع اخد حمام وانزل. يا ريت فتحي يجهز العشاء. امرك يا عدلي. ده بيقول لك ممنوع الدخول، هنعمل ايه دلوقتي؟ أماك أول اليافطة دي؟ مش القصد يعني، بس افرض حد شافنا جوه. يبقى مش لازم حد يشوفنا يا زين. يلا. اتفضل. امال فين الناس اللي انت بتقول ان عزام بيه قاعد معاك؟ ظهر عليهم لسه ما جوش. اقعد مستريح عبال ما ادي البيه خبر بس. يا نهار اسود ومنيل، ده هنلاقيه فين في وسط الغابه اللي احنا فيها دي؟ بقول لك ايه؟ انا احسن حاجه انا اروح من هنا وانت من هنا وربنا يسهل. حربي؟ ها؟ هو البتاعه دي رقمها كام؟ 3225. اوعى تنسى يا زين. طب بقول لك ايه؟ بقول لك ايه؟ خلينا مع بعض احسن. يا زين انت خايف؟ يا جدع انت عيب عليك، انت بتعرف عني كده؟ يا ابني انا فوت في الحديد. بس انا قصدي يعني خلينا مع بعض، بدل ما انت تروح من هنا وانا اروح من هنا وانتوه من بعض في الاخر. مش هنتوه يا زين، مش هنتوه. ماشي يا عم حربي، ما نشوف اخرتها معاك. ازيك يا دعاء؟ اهلا يا عزام بيه. اهلا اهلا يا حبيبتي، اقعد استريح. حاضر. اخبارك ايه، كويسه؟ الحمد لله نحمد. ها؟ اعمل لك كاس معايا؟ لا شكرا، ما سعادتك عارف ان انا ماليش فيه. يا حبيبتي كاس واحد مش هيعمل حاجه. والنبي معلش عافيني. لا 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 لا، ايه؟ انت عايزه تكسفيني ولا ايه؟ معاش ولا كام، بس يعني اصل مفيش لا اصل ولا فصل.
خد يا حبيبتي. ها اخبار زيد ايه؟ الحمد لله كويس الحمد لله. ها وقررتوا تتجوزوا امتى؟ يعني ان شاء الله كده قريب، يعني قريب لما الظروف تسمح ان شاء الله. والله هتوحشينا يا دعاء، بس هنعمل ايه بقى عشان خاطر سيزين؟ معقول يا دعاء كاسك زي ما هو ما خدتش منه ولا بق؟ ما قلت لحضرتك والنعمه ماليش فيه. لا ما ينفعش، الليله دي ليله الوداع ولازم نحتفل بيكي، واللي هقول لك عليه تنفذي بالحرف الواحد. يلا حبيبتي بق. وحش. لا يا حبيبتي جربي بس للآخر 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 للآخر. أيوة. ده طعمه حامي قوي، عايزين بخس عليك في الأول بس، بعد كده هيبقى حلو قوي. برعي كاس تاني للأنسة دعاء. حربي حربي. إيه زين؟ لقيته. هفارم عليك هذا زين. امسك نورنا. خد يا دودو. لا 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 انا دماغي اتقلت ولساني ومش حاسه بنفسي اصلا. ولو قلت لك عشان خاطر يا حبيبتي. لا النبي على ذنبي خلاص بقى، وكمان انا لازم امشي عشان انا كده كتير. لا تمشي تمشي. تروحي فين يا حبيبتي؟ لا لا يا حبيبتي بصي، انت عشان تعبانه انا هقول لك تمشي ازاي من غير ما تاخدي المكافاه بتاعتك وفلوسك وغير جوازك. صح صح. طيب بصي هقول لك حاجه، شكلك تعبانه. بص انا اقول لك هخلي دنيا هي تجيبهم منها. وليه دنيا حبيبتي؟ ليه دنيا بس وانت موجوده؟ بصي انت هتطلعي فوق تخشي الحمام تغسلي وشك علشان تفوقي، وبعد ما تفوقي هتخشي على الاوضه هتلاقي الكومودينو جنب السرير، هتلاقي فيه ظرف فيه فلوسك والمكافاه، وفي لفه تانيه فيها هديه جوازك هتاخديهم يا حبيبتي، وبعدين هخلي برعي يوصلك للبيت. واخده بالك؟ اصل انت شكلك تعبانه قوي، وانا جايلي ناس بصراحه ومش عايزهم يشوفوكي وانت في الحاله دي. خلاص يا حبيبتي؟ اروح بقى. طبعا هتروحي على طول. ماشي. يلا حبيبتي. اه كويس. طيب. برعي. اكس مش كده؟ اه. طب يا معلم استني ايه؟ ما يلا نخش نجيبهم. استعنا على الشباب اللي هي. انا ما لقيتش اي حاجه على الكومودينو على ذنبي. ازاي ما لقيتيش يا حبيبتي؟ ما انا قدامك اهو. هدية جوازك أنا اللي هقدمها لك بنفسي. يعني إيه يعني؟ إيه اللي أنت بتقوله ده؟ يا بت يا بت سيبني. الله، أنت هتعيش عليها دور الشرف ولا إيه؟ ولا أنا مشبهش الجربوع بتاعك اللي اسمه زين؟ بقول لك سيبني. أوعى. لا سيبك فين؟ بقول لك أوعى. يا بنت الكلب. ابوس ايدك. لا ابوس ايدك. لا والنبي لا والنبي لا. واللعبه خير.